السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من مدرسة مانداني في كليفي في كينيا، جنوب كينيا. دعونا اليوم نتحدث عن معنى التنمية. التنمية برامج في التأهيل، برامج في التعليم، برامج في الوعي، برامج في الاقتصاد، برامج في بناء المجتمعات، برامج في رفع الثقافة المجتمعية، برامج في بناء الشراكات لكل هؤلاء الأطفال في هذه المدرسة أو مدرسة أخرى. التنمية مش مشروع احنا بنعمله، لأن بعض الجمعيات بتقول أنا بعمل مشاريع تنمية. تنمية برنامج لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات أو 20 سنة في قرية من القرى، نستطيع أننا نحولها من الزيرو أو تحت الصفر إلى رقم يكون مهم جدا في التعليم وفي الصحة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي الثقافة إلى آخره. التنمية اللي احنا عايزين نوصلها للمتبرع هي اننا نبني مجتمع، دسنا نطعم مجتمع، نجعل هذه المجتمعات قادرة على الانتاج، نجعل هذه المجتمعات عندها قرارها السياسي الذي تستطيع به ان تبني مستقبل اجيالها. التنمية مش توزيع اكل، التنمية مش توزيع صدقات، التنمية مش توزيع زكوات، التنمية بناء مجتمعات، تنمية بناء مجتمعات، تنمية بناء مجتمعات. أرجوكم أيها الشباب علموا المتطوعين والمتبرعين معنى التنمية اللي احنا بنتكلم عنه، مش معنى الاعتماد على الغير. جزاكم الله خير، وأراكم في محطة أخرى من كينيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.